ورحمه الله وبركاته. يا هلا والله وسهلا، والله يصبحكم ويمسيكم وكل اوقاتكم كل خير. ابى اطول عليكم شوي اليوم، بس عاد خذوني بحلمكم. في موضوع الحقيقه ودي اتكلم به انا وياكم، وبناخذ بنا او بناخذ راحتنا به. جماعه الخير، بعض الناس يعتقد انه الانسان اذا كان يعاني شيء من القلق او الخوف او احيانا الاضطراب او التوتر ان هذا دليل على فشله او دليل على سقوطه. ترى هذا مو بصحيح. كون يعتريك بعض المخاوف او اشياء من القلق هذا لا يعني انك انسان فاشل في الحياه، بالعكس احيانا قد يكون هذا هو عتبه النجاح بالنسبه لك. الله يقول ان الانسان خلق هلوعا. هذا الهلع والخوف والاشياء التي تعانيها في داخلك هي اشياء احيانا انت جبلت عليها ووجدت فيك. سبحان الله العظيم، تقلب سير الكبار تجد مرت عليهم مراحل خوف، وسير العظمى على مر التاريخ بل ذكرت يعني اخبارهم في كتاب الله جل وعلا. مثل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما راى الملائكه لا تمد ايديها الى طعام قال فاوجس منهم خيفه. موسى ولهم تحصل الخوف احيانا مو مع واحد، تحصل مع اكثر من واحد، يعني اثنين تجد فيهما شعور الخوف جميعا، هم اثنين مع بعض. الله يقول عن موسى وهارون لما امرهما بدعوه فرعون اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. الحقيقه لا شك انه معالجه القضيه هذه تعتبر قضيه اساسيه جدا ومهمه وهامه وتريحك من كثير من المشاكل. في معنى جميل جدا يغيب عن جملة من الناس من اللي يعانون مثل الأشياء هذه والتوترات والأوجاع. تدري وش المعنى هذا؟ وهذا موجود حتى في كتاب الله جل وعلا. المعنى هذا أن تستشعر أن الله معك بحفظه وتأييده وتثبيته وإنزال السكينة عليك وخلق الراحة في صدرك والسعادة والطمأنينة وترحيل كل أوجاعك من داخلك. استشعر هذا المعنى وأن الله جل وعلا معك، ترى هذا يا جماعة الخير أقسم بالله يزرع السكينة في داخلك بشكل فظيع جدا. وين نجد هذا؟ نجد هذا في كتاب الله لما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال الله جل وعلا؟ هذا نحصل هذا في قصة موسى وهارون. الله يقول لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سبحان الله العظيم، الله يقول لهما في الآية الأخرى إن معكم مستمعون. لما تستشعر أن الله معك بسمعه وبصره وقوته وقدرته، أقسم بالله من كان الله معه فكل شيء معه. الله يقول عن موسى وهارون فنجيناهما وقومهما، شف من الكرب العظيم. وش القلق عن كرب موسى وهارون؟ وش الخوف عند كرب موسى وهارون؟ والله ينجيهما وقومهما من الكرب العظيم. استشعار أن الله جل وعلا الذي أوجد السعادة في صدور آلاف من البشر ليس عاجز أن يوجد السعادة في ساحلك وفي داخلك، هذا بحد ذاته فوز عظيم، وسيجعلك بإذن الله جل وعلا تصل إلى ساحل النجاح. وأوجاعك وإن كانت تقطر من صدرك بالليل والنهار ستكون ذكرى بإذن الله. متى؟ متى استشعرت أن الله معك؟ إذا وضعت جبينك في الأرض اهمس في بطنه يسمعك الله من فوق سبع سماوات. الله ينجيك منها ومن كل كرب. من كان الله معه فكل شيء معه، ومن لم يكن الله معه فلا شيء معه. اللهم ارزقنا اليقين بك.